المطلع على العقوبات الشرعية وما جاءت به الشريعة. يا أخي الكريم، أيها الأخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، هذه الشريعة شريعة أحكم الحاكمين، ليست اقتراحا بشريا ولا رأيا شخصيا ولا تجربة في زمان أو مكان. هذا دين، هذا شرع بين الله تعالى فيه عظيم ما تصلح به أحوال الناس. لذلك الأحكام الشرعية لا يمكن أن تجد فيها خللا، لا يمكن أن تجد فيها ضررا، لا يمكن أن تجد فيها سوءا أو شرا على الناس، بل ولا يمكن أن تجد فيها ما ينافي العقل والحكمة، بل هي عقل وحكمة وهي محكمة، كما قال جل في علاه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الله جل وعلا في القصاص يقول جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة تبين أن القصاص حياة، بالتأكيد أن القصاص عقوبة على جريمة، على جناية، على النفس وما دونها، وفيه الحياة من جهة أن القتل كما يقول العرب أنفى للقتل، يعني إذا أردت أن تحاصر جريمة فاقتل القاتل لأجل أن تحاصر هذه الجريمة. فالقتل أنفى للقتل، يعني الذي يجعل القتل ينتفي عن الناس هو أن تقتل القاتل، لأن كل أحد قبل أن يقدم على هذه الجريمة يعلم أن قتله لغيره سيكون قتل سببا لقتل نفسه. فلذلك قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا مقصد من مقاصد العقوبات الشرعية.